السلام عليكم ورحمة الله. خلينا نجاوب على هذا التعليق. تعليق طالبة في صف ثاني متوسط تقول درجة الدور الثاني هم تتقسم على المعدل، لو تبقى نفسها شياخذ الطالب. ماماتي ما تبقى نفسها، يعني هسه انتم امتحنتوا او رسبتي وتريد تمتحنين، رسبتي بالدور الاول وتريد تمتحنين بالدور الثاني، الدرجة اللي يخلوا لك اياها الدرجة النهائية والامتحان النهائي حيمسحوها ويعتمدون على معدل السعي السنوي. يعني هسه انت ايش حتاخذين؟ تاخذين مثلا قولي 50 والسعي مالتك 50، يجمعوها ويقسموها على 2 وهكذا. المهم يا روحي، الدرجة القديمة مال الامتحان النهائي والدرجة النهائية يمسحوها ويعتمدون على السعي السنوي، ويا الدرجة هسه اللي حتاخذيها وتطلع الامتحان النهائي بالدفتر يجمعوها ويقسموها على 2 ويا السعي وتطلع لك الدرجة النهائية.